بغينا تدخل ديال الدوله، بغينا وزاره الفلاحه دير الخدمه ديالها. اخ النوس ومن معه يجب عليهم ان يتدخلوا تدخلا سريعا. كنظروا كنلقاو الحلقه البسيطه، وشكون اللي خاسر؟ هو المواطن. الليمون دابا في بلاصتو واصل درهم 24 ريال، راه ما مخطط اخضر ما والو، راه بالنسبه لنا حنا كنسميوه مخطط اسود. السلام عليكم، تحيه من المنبر ديال اشواق. حنا بغينا نهضروا شويه على هذا الشيء ديال الحواميض، وبالضبط الحواميض اللي كتجي من الغرب، جهه الغرب، اقليم سيدي قاسم. الليمون كما كيعرف الجميع هذا العام مر بحد الرخاء، ما عمرو فات وما عمرو داز، لانه بسبب العرض يفوق الطلب. العرض يفوق الطلب كيفاش؟ هو ان الطوناج كاين اكثر من ما كيخرج، والسبب ديالو شنو هو؟ هو الرجوع في التصدير. اللي كيصدروا الناس، اللي كيصدروا الحواميض، هما الناس اللي محتكرين الضيعات الكبرى، ضيعات الفلاحيه الكبرى بمنطقه الغرب ولا بمنطقه بني ملال ولا بمنطقه بركان. اما الناس اللي عندهم فلاحه معيشيه ولا تجار ببساطه، راهم كيعانيوا وكيعانيوا في صمت. كنطالبوا من هذا المنبر ديالكم ان تدخل سريع لانقاذ ما يمكن انقاذه، لان مراكين واحد الفلاحه ببساطه يعانون في صمت بحكم السوق طايح بزاف. الليمون دابا في بلاصتو واصل درهم 24 ريال، عاد زيد عليها المصاريف ديال الشحن كما كتعرفوا، مصاريف ديال الخدامه، المصاريف ديال النقل والغازوال كما كتعرف، هذا الموجود غلاء كبيره بسبب الغلاء ديال الغازوال. الليمون واخا يكون واصل تما 24 كيزود السرعه ديال المواطن عاوتاني بواحد جوج دراهم، جوج دراهم ونص، وبالتالي شكون اللي متضرر؟ متضرر الفلاح البسيط بالدرجه الاولى، ومتضرر حنا تجار البسطاء. حتى حنا كنعانيو مع الفلاح، فاش كل فلاح مزيان كنكونوا حنا في التجاره مزيانه. من هذا المنبر كنوجهوا نداء وزاره الفلاحه تلقاو واحد الحل لهاد الناس، راه وزاره الفلاحه هي المعنيه بالامر، وفي اطار في اطار المخطط الاخضر اللي هو بالنسبه لنا حنايا كتجار بوسطاء او فلاحه او الفلاحه المعيشيه بجهه الغرب، راه ما مخطط اخضر ما والو، راه بالنسبه لنا حنا كنسميوه مخطط اسود. لان مقارنه بالدول الاوروبيه، فاش الدول الاوروبيه فاش بغات دير انتاج دا شي ماده ولا دا الحواميض ولا دا البطاطيس او دا اي ماده، كتدير لها السوق ديالها، كتحدد لك السوق وكيحدد لك النسبه اللي تقدر تزرع، كتقول لك اشحال تزرع، اشحال خاصنا هذا العام هذا، باش ما يكونش الانتاج، باش ما يكونش العرض يفوق الطلب، خاص العرض يتساوى مع الطلب ديال المواطنين. لوبيات الفساد الفلاحي طبيعة الحال، حنا لا حنا كما كنعرفوا راه لوبيات ديال الفساد في اي حاجه وفي اي دومين. حتى الفلاحه محتكرينها ناس، محتكرينها فلاحه كبار، ضيعات كبرى باي منطقه في المغرب كله، منطقه الدرجه الاولى الانتاج ديال الحواميض كاينه في الغرب، جهه الغرب هو اقليم سيدي قاسم، خويا هشام، سيدي عبد العزيز، سيدي سليمان، زرف ملحه وما جاورهما. اللي محتكرين الفلاحه، اللي محتكرين الضيعات الكبرى، هذوك عندهم يد مع في التصدير في الامبالاج، هذوك كيقدروا يسوقوا المنتوج ديالهم بواحد الطريقه سهله وبواحد الثمن اللي هو زايد ومعقول مقارنه مع الفلاح البسيط. يعانون فلاحين بسطاء يعانون في صمت، وتجار حتى الناس اللي شراو مع هذه الفلاحه بواحد الثمن، كاين الناس اللي شارين ثمن ب 3 دراهم و4 دراهم ليمون عصير بلاصيانه، وكيبيع حدا دابا كيسوق المنتوج ديالو بدرهم ونص. يعني شكون اللي غادي يحميه؟ خاصنا حمايه لهاد الفلاحه ولهاد التجار البسطاء. انا اسطر على البسطاء، لان الفلاحه الكبار راه مقدر بشغلهم وراهم عارفينش شنو كيديروا، وراهم يعرفون من اين تؤكل الكتف. هذا هو اللي كاين، كيعرفوا كيفاش يدخلوا وكيفاش ينقدوا راسهم. اما الفلاح البسيط ليه الله، لا الفلاحه تبع السوق كما كيقول المثل، اللي حمق كيتباع السوق واللي بعقله كيتباع السوق. الفلاحه صافي راه داير واحد الثمن كيوصل واحد الثمن، والليمون واصل درهم ونص، راه واصل درهم ونص، واصل اكثر، راه واصل اكثر. يعني الفلاح ما عنده ما يدير، الفلاح تبع السوق.
كد صافي راه الليمون واصل داك السوق، ما يمكنش مثلا واحد تقول يقول لك 4 دراهم وصار جي عنده، وانت كتلقى في السوق على برا كيتسقط ب 3 دراهم ولا 2 دراهم ونص. حنا من هذا المنبر ديالكم اخويا ديال اشواقع بغينا تدخل ديال الدوله، بغينا وزاره الفلاحه دير الخدمه ديالها. حنا هذوك المنتخبين اللي صوتنا عليهم ووصلناهم ديك البلاصه، اخ النوس ومن معه، يجب عليهم ان يتدخلوا تدخلا سريعا ويلقاو شي حل لهذا الفلاحه البسطاء. راه الشعب كيعاني في صمت، راه ماشي غير في الدومين ديال الفلاحه ولا الدومين ديال الكسابه ولا الناس اللي زادين من علف، حكم حنا ولاد العروبيه راه حنا كنعرفوا بزاف المسائل. الناس راهم من علف غالي بالنسبه للماشيه، ها حنا على ابواب عيد اضحى، هو يجي واحد النهار تزاد اسعار ديال الاضحيات ديال العيد. يعني شنو شكون اللي خاسر؟ خاسر المواطن. كندورو حتى كنعياو كنلقاو الحلبه، وكندورو كنلقاو الحلقه البسيطه، وشكون اللي خاسر؟ هو المواطن، المواطن البسيط اللي عنده القدره الشرائيه ديالو محدوده. المواطن البسيط راه مضرور بزاف اخي، مضرور. المواطن البسيط مضرور، طبيعي الحال كاين الناس اللي ما يرضاوش، بصح كاين الناس ما يرضاوش، كاين عندهم ازمات وصابرين وما يقدروش يديروا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. وحنا الحمد لله من هذا المنبر حنا ملكيين، ملكيين حتى النخاع. يجب على من يسير هذه البلاد وهي الحكومه بالدرجه الاولى ان تتخذ قرار وان تاخذ بعين الاعتبار لمستوى المعيشه في المغرب ولمستوى المعيشه ديال المواطن البسيط بالاخص. المواطن البسيط وهو بالنسبه للاسعار ديال الفواكه، خضر والفواكه كاين تقلبات. هاد العام مثلا الليمون رخيص، العام اللي فات كان الدلاح داير فابور، الدلاح كان داير 10 دراهم الوحده. يعني داك الفلاح هذيك الدلاح اللي وجدو داك الدلاح باش وجدها ووكلها وشربها، راه الجريده ديال الماء، الجريده ديال الماء وحده جريده كتكون فيها 4 الحبات ولا 5 شحال كتشرب الماء؟ كتشرب طون ديال الماء، 1000 كيلو ديال الماء، طون ديال الماء كتسمى طون كتشرب باش نوجدوها. ناهيك عن البرودويات لي برودوي كيميك اللي كدار لها باش تزاد وتزيد لها الملحه ولا لونغري ولا الغبار ولا النبته، باش كتسرى النبته براسها ب 70 ريال وباش كتجي السوكيطو 10 دراهم. هذوك الفلاح شكون اللي غادي يحميه؟ حنا من هذا المنبر ديالكم، حنا ماشي فلاحه مثلا كنديروا فلاح، ولكن حنا عندنا في العروبيه كنعرفوا ناس ديالنا، حنا كنديروا شي فلاحه معيشيه ماشي بزاف، ولكن كنفهموا في هذا الشيء ديال الفلاحه. ما بالنسبه للسوق، السوق راه كاين رخا، الناس مضرين بزاف. وحتى ملي كتكون التجاره رخيصه، ملي كتكون الليمون رخيص ولا الفواكه ولا الخضر، راه حتى التاجر ما كيربحش بطبيعه الحال، كتولي واحد المضاربه في السوق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.